السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الطلاب الصف الثالث الثانوي دفعة 2021-2022، الدفعة اللي بتمتحن دلوقتي. إزيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ وحشيني جدا 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 والله. يا رب تكونوا بخير بإذن الله. حبايبي، كنت لازم اطلع النهارده واتكلم معاكم، واحنا خصوصا داخلين ان شاء الله على امتحان الجغرافيا طلاب قسم الادبي، وداخلين على امتحان الكيمياء طلاب قسم العلمي. شد حيلكم يا شباب، شد حيلكم، ما تخافوش، خلوه على الله. ان حقك مع اي حد ممكن يضيع، مش هيضيع لو انت سايبه مع ربنا. حقك مع ربنا، فان شاء الله حقكم مش هيضيع. شد حيلكم يا شباب، زي ما انتوا شفتوا عنوان الفيديو بيقول ليس الهبوط بداية السقوط ولكنه بداية النهوض. حبايبي، ايه المشكلة يعني لو كنا نقصنا في العربي؟ ايه المشكلة يعني لو انا نقصت حاجة في الالماني؟ ايه المشكلة؟ ولا الفرنساوي؟ حبيب قلبي، اول الجمهورية بينقص، محدش بيجيب المجموع متقفل تماما، تمام؟ عشان امتحانات بيبقى فيها افكار. اول الجمهورية بينقص، والكلام ده انا قلته في اخر حصة اللي حضر حصة ليلة الامتحان. قلت يا جماعة لا قدر الله لو نقصنا في العربي او في اي مادة بحكم ان هما اول مادتين، ما نخافش حبايبي، بداية النهوض هو بيبقى الهبوط في البداية، انك انت بتبقى خلاص نقصت درجة هنا درجة هنا، لا ابدأ اركز وابدأ اشد واقول لا مش هسمح لنفسي ان انا انقص تاني. تقول لنفسك كده، مش تقول خلاص انا نقصت في مادة ولا في مادتين يبقى انا ضعت. لا يا حبيبي، ربنا ما يجيب ضائع. يا شباب ثقوا في نفسيكم، يا شباب ثقوا في ربنا، مدام لسه التنسيق ما ظهرش. خد بالك، شوف مستر نجرح فين؟ راح التنسيق، ما راحش امتحانات، ما رحتش نتيجة. لا، ده انا كمان بعد نتيجة منتظر التنسيق ان شاء الله كلية حلوة ايا كان مجموعي. شوف يا شباب انا رحت فين؟ انا ما اتكلمش عن امتحانات، ما اتكلمش عن نتيجة، انا بتكلم عن التنسيق. فثق في ربنا ان شاء الله اللي جاي خير. مين عارف، كنت تحل كويس جدا في العربي، تقفل عربي وتقفل الماني وفرنساوي، هوب تتغر بقى خلاص كده الامتحانات جاية سهلة، استهتر اروح ملبوف في الكيمياء ولا الجغرافيا. لا يا شباب، خدوا بالكم، باذن الله ربنا هيكرمكم، بس انت انهض، بس انت انهض. مين عارف، مين عارف، ما تفرحوش بالامتحانات السهله قوي لانها بتعلي التنسيق قوي، ولكن الامتحانات اللي بيبقى فيها افكار وتلاقي الاراء بتتفاوت، اعرف ان التنسيق هيبقى هادي وهتدخل كل اللي انت عايزها بمجموع اقل مما تتوقع. خدوا بالكم الكلام اللي بقوله كويس جدا، فما تخافوش يا شباب، خلوه على الله، بس خليك ايه؟ النفس الطويل. دايما مستر نجار كان حبيبك كان يقول لك ايه؟ ثانوية عامة للنفس الطويل. ثانوية عامة مش للشاطر. الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية مش للبليد خالص. ثانوية عامة للطالب اللي نفسه طويل. الثانوية الأزهرية طلاب الأزهر اللي ليهم عشرات من الأيام بيمتحنوا ومحدش واخد باله خالص. الله يعينكم، الله يعينكم طلاب الأزهر حبايبنا. طلاب العام شد حيلكم، داخلين على كيمياء. تقول لنفسك كده أنا إن شاء الله مش هخطئ تاني بإذن الله. اللي عدى ده خلاص، اللي عدى ده خلاص، اطوي صفحته. يا اخي، وما يعلم الغيب الا الله. يا اخي مين عارف، يا اختي مين عارف ان تكون الدرجات اللي نقصتوها اللي فاتت دي هي الدرجات الوحيده اللي هتنقصها السنه دي؟ فقول الحمد لله، وان شكرتم لازيدنكم، وان بعد العسر يسر حبايبي، وان بعد العسر يسر حبايبي. شوف بعد العسر يسر على طول، في عطف وسرعه ان شاء الله الخير جاي. ومهما طال الليل لا بد من الفجر. وما تنساش حبايبي ان بدايه النهوض بيبقى هبوط في البدايه. من عارف، ربنا بعت لك رساله بيقول لك شد ركز خساره، عشان ربنا يكرمك في القادم باذن الله. قول الحمد لله، اول درجات، اول درجات ان ربنا يشيل البلاء او الابتلاء، دايما تقول الحمد لله. خلاص، ربنا يا رب يوفقكم ويرزقكم الرضا والصبر. بعد الفيديو ابدا اكنك الامتحانات هتبدا لسه، وبناقص المادتين دول خالص ان شاء الله. وبرافو الناس اللي حلت، واللي عنده اخطاء ما يخافش، الكل يطوي صفحات المواد دي ويبدا ماده جديده. كل ما تيجي ماده جديده اكن هي دي بدايه الامتحانات،
اكن هي دي الماده الوحيده اللي هتحدد تنسيقك السنه دي. ما تبصش اللي فات، ما تبصش للي فات، بص كل ما هو قادم حبايبي، وما تسمعوش لبعض، وما تسمعوش لنماذج اجابات. انت خلاص خلصت الموضوع ده، سيب حمولك على ربنا واودع عنده الوديعه بتاعتك، اجاباتك، مستقبلك. ان الله رضي عنده اي ودائع. حبايبي حلوين، شكرا، انا اسف ان اطلت عليكم لان الوقت ما يسمحش، انا عارف، بس عشان بحبكم وبعض الناس طلبت مني ان انا لازم اطلع اتكلم قبل الكيمياء وقبل الجغرافيا. بالتوفيق يا رب ان شاء الله، وحي على المذاكره، وحي على الدرجات النهائيه، وربنا يا رب يوفقكم واطوي صفحه اللي فات، وتفائل بكل ما هو قادم، وان شاء الله خير انتم في معيه الله. شكرا، ربنا يا رب يوفقكم، اللهم اشرح لكم صدوركم ويسر لكم اموركم واحل عقده من السنتكم يفقه قولكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.